هاد نهضر في طلاق السكران. السكران مثلا ذاك الا العلماء يدهنان ما الا يفرياس طلقني واقع اخطر يخدم الحرام يسوى شراب يسكر ابري فرا الى راي دينان وهو الراي الاقوى ذي الفقه الاسلامي باللي لا لا وثفرات متصني وثفرارة اي غر اخطر ذي الوقت نكسكر العقليس ولا شي ثرغورس والفقهاء باتفاق كالملان سلفا وخلفا ان ند العقل مناط التكليف ارجزكي ورسالة العقل ذي الوقت ني العقليس ولا شيف يفرا الور فروني وريت عديارا فروني وري وقعارا سيتادير ما يساد هذه استقسي نغدا سمطوثي ساد كوين استقساكيني يفراي ورقازي يظلي نتاي سكر طلقة كي لا يقع لانت سبات سبات ام زواروث تاقيوم السلام نتي ذي الفقهاء العقل مناط التكليف ذي العقل إذ السبا باش هذه انت الاحكام الشرعيه خاطر ما الا يون رساله العقل خلاص ونزميرات نحاسب العقل ولاش ذي الوقت ني يروحاس العقل خاطر يشر يعني سوا شراب يعني سكر السبا في السناث العقوبه الشخصيه سيتادير اكن دينا ربي القران الكريم لا تزر وازره وزر اخرى معنى لا يؤاخذ الانسان بجريره غيره اون زميرالا يونا تيخدم ولا تيخلص نتسى يخدميت يسكر يتعدى في الشرع يخدم الحرام يرنا يفرا ونتسى عقافر ثم طوثيس نغراويس وقيل معنى الايه لا تزر وازره وزر اخرى الحجه الثالثه عدم وقوع الطلاق هذا لا يرفع لا يدفع عنه عقوبة السكر مع انتهى أذي تسوى عاقب خطر يخدم الحرام يسوى شراب وقيسع العقاب يسوى حدث يسعى العقوبين يسوى حدث عقوبة شارب الخمر وقيسع العقوبة أثناء عقب نتسى ونسعى قافر ثم طوثيس الوراويس خاطر نثني خاطيهم نثني سيدي زينوسون نثني ابرياء لذلك الراي الراجح في الفقه الاسلامي ان طلاق السكران لا يقع اكا